السلام عليكم وأهلا وسهلا فيكم في وصفة اليوم. اليوم إن شاء الله رح أقدم لكم طريقة عمل المسخن من المطبخ الفلسطيني، أكلة مشهورة جدا ودائما متواجدة على سفرات العزائم والمناسبات. الصورة اللي أنتم شايفينها هون هي من الإنترنت، لأنه حبيت أفرجيكم الطريقة الأصلية في تقديم هاي الأكلة، اللي هي عبارة عن أرغفة من الخبز. بنكون محوسين بصل بزيت الزيتون وبنحط عليه قطع الدجاج، بعد هيك بناخد قطع الدجاج بنحمرها بالفرن، وبنصير نرتب الأرغفة رغيف خبز ندهنه بالبصل المشوح الشرائح، بعدها بنحط كمان طبقة من الرغيف، وعلى الوجه آخر الرغيف بنحطه، بنضع عليه قطع الدجاج مع البصل وبنرش المكسرات المحمصة. اليوم إن شاء الله رح أفرجيكم طريقة حلوة وجديدة لتقديم المسخن، نستخدم فيها نفس الطرق أو نفس الأسلوب في تحضير الطبخة، لكن طريقة التقديم بتختلف. خلينا نشوف مع بعض الخطوات. طبعا هون أنا عندي 3 روس بصل كبار مقطعين لشرائح، رح أضيف عليهم شوية بهار مشكل، راح نرش عليهم شوية ملح، وأربع ملاعق كبار من زيت الزيتون. نتركهم على النار لحتى يتدبلوا تماما، بعد هيك نرجع عشان نشوف شو الخطوة اللي بعديها. عندي هون البصل يتدبل مع زيت الزيتون. طبعا في أكلة المسخن نستخدم قطع الدجاج اللي هي الفخذ، الجرحان، الظهر، يعني كل قطع الدجاج نستخدمها، بنضعها فوق البصل، وبنستخدم بهار مميز جدا بميز هاي الأكلة الفلسطينية عن باقي الأكلات اللي هو بهار السماق. عندي هون بهار السماق، لأ هون رح أضيف بهار السماق. وعندي هون صدر دجاج كامل مقطع على شرائح رح اضيفه. رح نقلبهم مع بعض على النار لحتى ينضج عندي صدر الدجاج ويصير لونه ابيض. هلأ عندي هيك صار البصل والدجاج جاهزين. طبعا في الطبخة الاصلية بعد ما نحوس الدجاج مع البصل بنشيل قطع الدجاج من البصل وبنحمرها بالفرن. عندي هون قالب كيك فردت فيه عجينة العشر دقائق، فيكم تستخدموا اي عجينة معتمدة عندكم للفطائر. هلأ بنحط قطعة من خبز التورتيلا، بنضيف عليها الدجاج والبصل، نحاول نخلي شوي من الزيت لأنه طعمه كتير طيب بطلع. هلأ بضع كمان رغيف آخر، بضع كمان طبقة، بعد ما خلصت كل كمية البصل والدجاج بجيب قطعة عجين وبغطي فيها الوجه بهاي الطريقة. هلأ عندي هون بعد ما سكرت العجين استخدمت الشوكة لحتى أعمل هاي الأشكال على الأطراف، برضو قطعت أشكال من العجين نضعها فوق العجينة بهذا الشكل للتزيين. هلأ ندهن الوجه بشوية حليب لحتى يعطينا لون أشقر عند التحمير، وبندخلها على الفرن
على درجة حرارة 360 لحد ما تنضج عندي العجينة وتتحمر. هذا هو الشكل النهائي لأكلة المسخن. إن شاء الله يا رب طريقة تقديمي لهاي الأكلة تكون نالت على إعجابكم، وإن شاء الله إنكم بتجربوها وبتستمتعوا بطعمها. ولا تنسوا تعملوا سبسكرايب للقناة ولايك الفيديو إذا أعجبكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر.